احتفاء باليوم الرياضي الوطني في نسخته الثانية، نظمت وزارة التربية والتعليم العديد من الفعاليات الرياضية والصحية المتنوعة التي شملت مختلف قطاعات الوزارة والمدارس الحكومية والخاصة بمشاركة مسؤولي الوزارة وآلاف الموظفين والطلبة والطالبات. وشارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في عدد من الأنشطة الرياضية التي نظمتها الوزارة بهذه المناسبة، ومنها المسيرة التي انطلقت من ديوان الوزارة بمدينة عيسى مرورا بأركان الألعاب الرياضية والأنشطة الكشفية والإرشادية والفحوصات الطبية والغذاء الصحي التي توزعت في مختلف أنحاء المبنى وصولا إلى صالة الوزارة، حيث أقيمت كذلك فعاليات رياضية وصحية متنوعة. وأشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل في الوزارات والهيئات الحكومية لممارسة الرياضة بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، تشجيعا لجميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي من خلال ممارسة النشاط الرياضي، مثمنا دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لفعاليات هذه المناسبة الرياضية الوطنية. وأكد الوزير اهتمام الوزارة الكبير والمستمر بتطوير الأنشطة الرياضية المدرسية كما ونوعا وصقل المواهب الطلابية المتميزة في شتى الرياضات لتشكل رافدا أساسيا لمختلف الأندية والمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى ما حققته مدارس مملكة البحرين من إنجازات رياضية مشرفة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية. وبدورهم عبر موظفو الوزارة المشاركون في الفعاليات الرياضية عن تقديرهم لتوجيه الدولة بتخصيص يوم وطني للرياضة، مشيرين إلى دورها في المحافظة على صحة الأفراد وما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بالمجتمع ككل، كون العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لجهود التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدين دور الرياضة المحوري في إنجاح جهود الوزارة في تعزيز الصحة المدرسية. أقامت وزارة التربية العديد من الفعاليات الهدف منها هو تعزيز الوعي الرياضي، ولله الحمد وزارة التربية تبذل جهود كبيرة في الميدان طوال العام. الهدف من ذلك أن أول شيء نعطي فرصة لأبنائنا ممارسة الرياضة في طابع تنافسي، كما نتشكل المدارس دائما هي رافدا للأندية وللمنتخبات. اليوم كان يوم رياضي التقى فيه الجميع وفي جو أخوي، وأيضا يزيد التوعية الرياضية، وإن شاء الله دائما الأنشطة المتميزة مستمرة في مملكة البحرين.